التواصل يستمر، الانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة رابع الأشواط ورابع انطلاقات صباحي هذا اليوم وثاني أشواط الجعدان. ننطلق مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات والأربع كيلومترات حاضرة دائما مع هذه التحديات. مباشرة أتقدم مع شاهين مبارك بن دغاش بن محمد العامري، يتقدم على المركز الأول. شاهين سيب بن هلال العليلي الواصل على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث نتابع شاهين سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري، من الجانب الآخر نتابع شاهين سهيل بن حمد بن يطبع العامري القادم، وشعار سعيد بن فايل الزرعي على المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع، المركز الخامس نتابع الأسماء الواصلة المنطلقة في هذه اللحظة مع هذه الشعارات والأسماء. يأتي شاهين لراشد بن سعيد بن علي الزرعي يتقدم على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات. ميدان الأول تجول بقيادة شعار بن دغاش مبارك بن دغاش بن محمد العامري يتقدم على المركز الأول مع شاهين، مع شاهين، شاهين العليلي واصل، سيب بن هلال، بن هلال العليلي قادم، يتقدم العليلي ينطلق مع شاهين، وشعار سعيد بن فايل الزرعي ينطلق مع شاهين. المركز الرابع، المركز الرابع تابع الوصول من شعار سعيد بن عيد بن الكوس الفلاسي واصل مع شاهين. المركز الخامس يتقدم شاهين السهيل بن حمد بن يطبع العامري الواصل، شعار بن يطبع العامري وصل في هذه اللحظات، تقدم مع هذه الأسماء والشعارات. هكذا الندى الثاني لهذه الأسماء لهذه الشعارات المنطلقة الواصلة في هذه اللحظات، المنطلقة مع هذه التحديات. عودة إلى الصدارة، اقترابنا من منتصف المسار، منتصف الأربعة كيلومترات. بن دغاش، بن دغاش قائدا للمسار، قائدا لهذا المسار. والشرب من الأسماء ما شاء الله، يا ما صالت وجالت هذه الأسماء في العام الماضي في سن الحقائق. يا سلام يا بن دغاش، بن دغاش والعليلي والزرعي وبالكوس قادم على المركز الرابع، قادم مع شاهين سعيد بن عيد بالكوس الفلاسي الواصل. والخامس مجهول الواصل على المركز الخامس، لكن شوف وصل احمد بن مسري بن سالم بالعرطي، وصلوها للمرموم، وصلوها للمرموم مع شاهين، مع شاهين الواصل، شاهين المتقدم مع هذا التقدم. يا سلام، عوده الى الصداره، بن دغاش، بن دغاش والمقدم، بن دغاش والصداره، كيلو 400 متبقية عن خط النهاية. العليلي القادم على المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث شعار الزرعي الواصل، سعيد بن فايل بن حمد بن علي الزرعي القادم على المركز، على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع نتابع، المركز الرابع الواصل والمتسلل في هذه اللحظات، شعار سعيد بن عيد بالكوس الفلاسي وصل في هذه اللحظة. الكيلو الأخير، الكيلو الأخير بان خط النهاية. بن دغاش خط النهاية أمام الجميع، هلموا إلى الصدارة. رابع الأشواط بمجموع الأشواط وثاني أشواط الجعدان، ما شاء الله ياهو من هجوم. يا بن دغاش وصل سعيد بن عيد بالكوس الفلاسي قادم، وصل الجذاب، وصل الجذاب. يا سلام، يا سلام، يا سلام.
الإمام يبغي الثالثة يبغي الثالثة. أبو علي مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات ما شاء الله الوصول من شاهين سيبن هلال العليلي قادم مع شاهين كل الأسماء وصلت، ولكن الجذاب 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 على الصدارة، الجذاب على المقدمة ما شاء الله. راح الجذاب راح راعي الجذاب، ولكن العفاري قادم راعي شاهين سالم سعيد بن متعب العفاري على المركز الثاني، ولكن الثالثة ثابتة راحت بالثالثة إلى هالي رماحة إلى أبو علي السلام إلى أبو علي السلام ما شاء الله. سلام رماح سلام سلام أبو علي سلام مسفر بن علي بن مسفر الخليلي نجومية والأروع في الأربعة كيلومترات توقيع دائما بالشمع الأحمر العفاري وشعار القادم على المركز الثاني والثالث مجهول. المركز الثالث شعار سعيد بن حليس العويسي توقيت الزمني 6 دقائق 22 ثانيين وناموس.